القمم العربية أختي، خلينا نقول هيك ذكرى مهمة بتقول هذه القمة كانت مختلفة عن القمم العربية كلها نفس الشيء. يعني بيان أولك بغيره بس التاريخ. نفس لو حد عندك يروح يبحث في ملفات الجامعة العربية يجد كل جدول الأعمال هو جدول الأعمال صار له 40 سنة ما يتغير. قمة سرت في ليبيا الرئيس الله يرحمه الرئيس القذافي قبل القمة رأى أنه يلتقي عدد من وزراء الخارجية العرب، فدعا بعضهم ودعاني من ضمن من دعا، رحنا وكالعادة أخذونا بالليل إلى الخيمة ورحبنا رجل رحبنا الله يرحمه الله في منازل الحق رحبنا وجلسنا بعدين قال نحن عندنا قمة وهذه لأول مرة في ليبيا وانتم صار لكم فترة وتعرفون القمم وتعرفون كذا وابغى نستفيد من خبرتكم ماذا يمكننا أن نعمل. قلت له ما نعمل شيء. بيكون أفضل. قال كيف ما نعمل شيء؟ قلت له ما نعمل شيء لأننا احنا ناس فقراء، الفقير ما يقدر يفكر ويعمل شيء. قال لا أبدا، نحن لحسنا فقراء، نحن أغنياء وعندنا أموال وعندنا ثروات وعندنا هذا كله صحيح، لكن هذه الثروات وهذه الأموال في الصناديق مقفل عليها. وانزعج، شفت انزعج، يعني صار انزعاج يعني واضح. ذكرت قصة الصدر. أن تختف. قلت الحين أهدي. لابد أهدي. فماذا قلت له؟ فقلت له يا سيادة القائد، أنت الآن ستكون رئيس القمة وهذه فرصة نادرة بتكون، ليش ما تفكروا تقترحوا على أخوانكم القادة العرب أنهم يعملون ضريبة على جمارك 1%، وهذا يجمع للعمل العربي المشترك. في هذا الحالة سيكون على الأقل كل سنة 300 مليون 400 مليون دولار، ونستطيع نعمل يعني ما أنتم تعتقدون أنه صحيح. لكن الوقت الحاضر ميزانية الجامعة العربية 60 مليون دولار ونصها ما يدفع، كيف نعمل أمة عربية قوية؟ يعني هذا ما يستوي، ما يكون. قال هذا فكرة طيبة. حسيت أنه ارتاح الموضوع. ولن أختفي ولن أختفي. وثم جابوا لبن البوش الإبل. نعم. عبونا كل واحد جلاص، وفعلا لذيذ كان، يعني كان ربما مختار هذا اللبن. بعدين قلت خلينا نزيده يعني راحة، نعطي اقتراح ثاني. قلنا له ممكن تعطينا جلاص ثاني. أعطانا وإحنا خارجين، يعني قلنا ما نحتاج نطول، يعني قلنا له هذا اللبن لذيذ وجميل، ممكن ترسلونا شوية للفندق؟ فأمر قال بروس أرسلوا له من الفندق، فخرجنا مرتاحين. يعني فهذه من القصص اللي يقال أنها كانت أطرف قمة عربية. يعني كانت قمة بعضنا ما استحسنها لأنها بعضنا الشباب، يعني الشباب. نعم. كانوا معنا. كنتم في مكان منسي. لا مكان زين ومؤتمر. نعم. تمام، يعني لكن كلها أناشيد القومية العربية من على